بوم اف ام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا ريت تكونوا كلكم كويسين. دلوقتي نبدا برنامجنا جاري التحقيق. المذيع اللي بيتكلم اسمه يوسف الحسيني على نجوم اف ام. ضيفتنا النهارده في جاري التحقيق، الجميع تحدث عنها الحقيقه، جرايد، مواقع التواصل الاجتماعي قالوا عنها على سبيل المثال انه ادائها في رمضان السنه دي مفاجاه، وده كان نفس راي النقاد والمتخصصين. يعني على سبيل المثال الكاتبه الصحفيه والناقده الفنيه ماجده خير الله قالت تفوقت على نفسها هذا العام وخطفت الانظار. وقال الناقد طارق الشناوي وهو أحد اللازعين الذين لا يرحمون، قال هي أفضل ممثلة لهذا العام لأنها صاحبة دور استثنائي. وزي ما ضفتنا النهاردة قامت بدور استثنائي في رمضان السنة دي، حلقتنا النهاردة نتمنى أنها تكون استثنائية، بتجمع في الكلام ما بين الفن والسياسة ولكن بشكل أكثر شياكة. يعني شياكة كده أرستقراطية، شياكة كلاسيكية مثلا، شياكة وتتفق مع شياكة وإبداع وجمال ضيفتنا العزيزة النهاردة ذات أو نيلي كريم. إزيك؟ إزاي، كل سنة وانتو طيبين. وانتي طيبة، رمضان كريم. مقدمة طويلة تستحقيها وقد تكون أقل كمان من اللي تستحقيه بكتير. حقيقي كل الناس قالت كلام جميل جدا عن أدائك في الرواية، بصرف النظر أن الرواية رائعة بالأساس صنع الله إبراهيم، إلا أنه أدائك لفت أنظار الجميع. يعني قد يكون أنه الكثيرين أداروا، زي ما بيقول اللغة العربية الفصحى، أداروا مؤشر التلفزيون لمشاهدة ذات. فإحنا النهاردة معنا ذات بذات نفسها في جاري التحقيق. قبل أي حاجة في الدنيا عايز أسألك على رمضان السنة دي. رمضان السنة دي هو زي كل سنة، يعني بالنسبة لحاجات معينة ومختلف بالنسبة لحاجات معينة. إيه بقى الاختلاف في الحاجات المعينة؟ أنا بالنسبة لي 30/6 طبعا، يعني رمضان السنتين اللي فاتوا كان برضو تقيل على قلب الواحد. كنت من الناس او من السواد الاعظم او من الاغلبيه اللي مش عارفين يتنفسوا؟ الواحد طبيعي كنا قلقانين، يعني بقالنا سنتين مش عارفين رايحين على فين. يعني حتى كان في برامج كتير، مصر رايحه على فين، احنا رايحين على فين، ماذا لو، حاجات كده يعني. النفق المظلم بالظبط، عنق الزجاجه بالظبط، كل الاسامي المظلمه يعني اللي ممكن تتخيلها. يعني انا النهارده كنت قاعد مع الاعلامي المتميز جدا اسامه كمال، واحنا قاعدين قال لي حاجه غريبه يا اخي. قلت له ايه؟ قال لي تخيل الصيف السنه دي اخف من الصيف السنه اللي فاتت. ده اللي انا بقول لك عليه. قلت له حتى الصيف؟ قال لي اه، مشيوا وخدوا الحر معاهم. في نفس كده يعني، اه في مشاكل طبعا وفي اعتصامات لسه شغاله، بس يعني اغلبيه الناس بقى عندها امل، يعني بقى في بهجه، الناس بقت تضحك. سؤال بقى لا يتعلق بذات، انت كنت متوقعه انه تحققي الـ 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 النجاح لو صح التعبير، او انه الناس تنبهر بادائك لهذه الدرجه؟ انا كنت مستنيه ان الناس تتفرج على المسلسل ككل، على الروايه، لان احنا بصراحه اشتغلنا تقريبا يعني 3 سنين او سنتين. ف يعني انا نفسي كان نفسي اتفرج بقى على المسلسل، لان انا نسيته. انا خلصت تصوير تقريبا من 5 شهور، وكنا بنصور طبعا متقطع على سنتين، بس يعني اللي هو مش بشكل يومي يعني. كنا بنقف وبنرجع تاني، نقف ونرجع تاني، عشان برضو ظروف البلد والاحداث اللي تمر بيها البلاد. ايوه. فاخيرا اتعرض بقى، فكان نفسي ان هو يتشاف كويس المسلسل. كنت يعني كل الحكايه عايزاه يتشاف كويس. عايزاه يتشاف كويس، ان احنا تعبنا وهي روايه محترمه. و بصراحة أنا شخصيا كنت شايفة إن فيها فن وفيها مصداقية وفيها ريحة مصر زمان، فده اللي كان نفسي فيه. يعني الرواية بتبدأ من 73؟ لا، الرواية بتبتدي من 52. من 52؟ من 52. 23 يوليو اللي هو النهاردة. كل سنة وأنت طيبة يا زيت. زيت بتتولد. أيوه. وبنكمل بقى معاها. فالنهارده عيد ميلادي، يعني المفروض تقولي كل سنه وانت طيبه يا زيت. كل سنه وانت طيبه. هو انا بالنسبه لي كل سنه وكل مصر طيبه بنسبه 23 يوليو، ثوره 1952 كانت واحده من اهم الثورات اللي اتعملت في التاريخ الحديث، وغيرت الحقيقه معالم كتير من الدول، مش بس مصر، في افريقيا، في امريكا الجنوبيه. ده حقيقي، فالنهارده يوم تاريخي وهكذا. يعني جدا جدا. نورتينا والله. قولي لي، انت قلتي انه 30 يونيو خدمت المسلسل.
انا قلت الناس بقت تتفرج على المسلسلات بنية صافية كده يعني بنفس بنفس الناس بتهيألي. لا يعني عارف ال يعني انا جالي كومنتات كتير قوي بعد الحلقة الاولى، ناس كتير قوي عيطت، الناس اتأثرت باللي حصل طبعا، واتأثرت في الحلقة الاولى بتبتدي بسنة 52 والملك بيركب المحروسة والجيش بيضرب له تعظيم سلام، ففي كانوا جايبين ستوك شوتس من ارشيفات، فاهم يعني غصب عنك وانت بتتفرج كده عينك بتدمع، ما اعرفش بس عمل حاله في نوستالجيا كده. في نوستالجيا، في عظمه كده يعني، فاهم ما حدش قتل حد يعني، فاهم الموضوع كان سلمي. صنع الله ابراهيم الكاتب العظيم جدا صاحب هذه الروايه امبارح قال أنا بتابع المسلسل بشكل منتظم بجد حقيقي، وقال إنه هو شايف إن المسلسل معمول على درجة عالية جدا من الإتقان على مستوى السيناريو والصورة واستقبال الجمهور لهذا السيناريو، وقال إنه هو معجب جدا بأداء جميع الفنانين وخاصة نيلي كريم، وقال نصا حيث أراها ممثلة رائعة وهائلة قدمت ملامح شخصية ذات بإتقان. والله دي انا اول مره اعرف المعلومه اللي انت قلتها، لسه طازه امبارح. يعني عاوز ايه اكتر من كده؟ الكاتب نفسه كاتب الروايه عجبه المسلسل. اكيد قابلتيه وقعدتي اتكلمتي معاه؟ للاسف ما قابلتوش ولا مره خالص. ولا اتكلمت معاه، انا شفته مره في التلفزيون كان بيعمل انترفيو، فانا ما كنتش عارفه حتى شكله عامل ازاي، فلقيت تحت مكتوب صنع الله ابراهيم، قلت هو ده الراجل، هو ده هو ده هو ده اللي عمل زيت، فقعدت اتفرج عليه. طبعا اللي أقدر أقوله لك أنا أعرفه بشكل شخصي، هذا الرجل من الجيل الصعب اللي هو صعب إرضاؤه، صعب يرضى عن حاجة، اللي بيشوف إن حاجته صعب إنها تتحقق على مستوى الصورة. وعلشان كده أنا بقولك أنا مبسوطة دلوقتي بعد ما أنت قلتلي الكلام ده، إن هو قاله إن هو بيتفرج على المسلسل ومعجب بذات، فده بالنسبة لي نجاح طبعا. يعني تابعتي التصنيفات والاستفتاءات اللي بتتعمل على المسلسلات ولا لأ؟ لأ ما تابعتش بصراحة، فمش عارفة ترتيب ذات إيه؟ لأ مش عارفة ترتيب ذات، بس أنا يهمني إن الـ يعني أهم حاجة إن الناس بتتفرج وعاجبها. يعني في ناس بتتفرج مش على ذات بس، طبعا في ناس بتتفرج على حاجات تانية، مسلسلات تانية، والحقيقة المسلسلات السنة دي تستاهل المشاهدة. في مخرجين جداد عاملين شغل عالي قوي، زي مسلسل الدعاية محمد العدل عامل شغل حلو قوي، تامر محسن في بدون ذكر أسماء، أستاذ وحيد حامد طبعا عامل برضو شغل هايل السنة دي، وفي نيران صديقة وموجة حرة. لا يعني في عندك تتكلم على مجموعة مسلسلات حقيقية حلوة تستاهل ان هي تبقى افلام سينما كمان مش مسلسل. في ناس كانت بتقول وكأنه الناس كلها كانت مستنية الاخوان تمشي علشان خاطر هذا الكم من المسلسلات يظهر. ده حقيقي، ده حقيقي، وفي اعمال طبعا كوميدية وفي اعمال دراما دمها خفيف، يعني عندك كذا حاجة. يعني المسلسل متصنف في العشر أيام الأولى من رمضان، اتعمل استفتاء فمتصنف أنه واحد من أفضل عشر مسلسلات في أول عشر أيام من رمضان. في حد ممكن يروح قيلنا يقول لنا يعني هو في أكتر من عشر مسلسلات؟ هو أعتقد أنه عدد المسلسلات وصل تقريبا تقريبا 30 مسلسل تقريبا، هم 30 مسلسل. في في مسلسلات يعني للأسف أنا ملحقتش أتابعها يعني، بس في يعني بص أذواق الناس أصلها مختلفة، فطبيعي إنك يبقى عندك يعني فرايتي لحاجات يعني مختلفة ترضي أذواق الناس. بالظبط. طيب بما إنه نيلي حتى هذه اللحظة لسه مكسوفة، فإحنا ممكن نروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل الكلام في برنامجنا جري التحقيق. لسه معاكم في برنامجنا جاري التحقيق، وضيفتنا العزيزة في الاستوديو الفنانة الرائعة نجمة رمضان هذا العام نيلي كريم أو ذات. بصرف النظر عن التعليقات بتاعة الإطراء، وواضح أنها بتكسفك زيادة، فبتخلي بتخلي الحلقة كلها كسوف وحاجات من هذا القبيل. محدش شايفنا على فكرة، محدش شايفنا صح، بس هو دور مذيع الراديو أنه ينقل اللي بيحصل. ذات بتمر بفترات رئاسية، صح، مرت
اكيد وهي لسه صغيره خالص بمحمد نجيب، وبعد كده جمال عبد الناصر، وبعد كده انور السادات، وبعد كده محمد حسني مبارك، والحمد لله ما قدرتش الروايه انها تشوف المرحله القاحله من هذا الزمن وهذا الوطن. انت كذات، ايوه انت بقى ذات، تقدري تقولي مميزات كل فتره رئاسيه من دول؟ انا كذات كشخصيه، انا انت كذات، انت طبعا بالنسبه لي كانت احسن فتره اللي هي فتره عبد الناصر. ليه؟ علشان كانت صغيره ومش فاهمه حاجه. ولا دي الفتره اللي تحبي تعيشي فيها؟ لا بس هي الفتره اللي هي الحلوه اللي على الشاشه حتى، يعني فاهم، يعني لما تتفرج على الشاشه كل ما الزمن بيعدي تلاقي فيه تدهور بيحصل لها. فانا بكلمك دلوقتي كذات مش نيلي كريم، وذات ما بتفهمش حاجه في السياسه، في الروايه هي مع باباها دايما، وباباها ناصري، فهي يعني فاهم ورثه السياسه من باباها، بس اللي هي بشكل خفيف يعني من غير ما تدخل في تفاصيل معينه. هو ابوها ناصري، هي بقت ناصريه. عبد المجيد اوف كورس هو ساداتي، هو بيحب السادات قوي. بعد كده فتره محمد حسني مبارك، هنا مفيش حد معه ومفيش حد ضد، فاهم، احنا عايزين ان البلد تمشي، بمعنى العيله تمشي، ودروس الخصوصيه والمدارس والحاجات والحياه، يعني دومت الدنيا دي. دومت الدنيا بالظبط. بتاخد سالتك ده لانه انت شاركتي في 30 يونيو شاركتي في مظاهرات ميدان جهينة في 6 اكتوبر، صح؟ تحكي ليه؟ كل واحد يعني على حسب المتيسر ليه. بالسخريه والله يعني ابدا، بالعكس. بس هي الفكره انا كل واحد يعمل حاجه المتيسره ليه. انا نزلت ميدان جهينة، كنت انا والفنانه بشرى والفنانه صابرين، ولما نزلت انا كنت فاكره يعني احنا شله صغيره يعني فاهم، وخدت معايا 3 علامه اشتريتهم، فرايحه بقى عشان ادي لزملائي. طبعا لما رحت هناك فوجئت، لقيت الميدان كله فيه علامه، يعني مش محتاجين مني حاجه، وكم ناس غير طبيعيه. لقيت فيه ستات نازله بعكازات وبكرسي، مهما كانت الحاله الصحيه الناس نزلت بالظبط يعني فاهم، والناس قاعده، يعني معظم الناس يعني تقدر تقول مثلا 70% كانوا ستات وبنات وولاد صغيرين. الرجاله ما كانوش كتير، فواضح ان الرجاله دول اللي ما كانوش موجودين كانوا في التحرير، او في الاتحاديه او في الاتحاديه. زوجك راح التحرير؟ فالحياه اتقسمت فاهم، فلقيت ناس كتير جدا 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 فاهم، ما كنتش مصدقه، وحاطين منصه، يعني كان عارف حاله كده غريبه يعني. ما نزلتيش ليه مع زوجك العزيز الى التحرير؟ علشان عندي طفلة عندها سنة ونص. أيوة. وطفلة تانية عندها 6 سنين، فكان صعب بصراحة، فكان صعب يعني ان انا اقسمهم واروح، نبقى قريبين برضو، قريبين برضو عشان تبقى شفتات. الاطفال هم السبب انك ما شاركتيش في 25 يناير، ولا انه انت ما كنتيش متفقة مع 25 يناير؟ هو مش موضوع مش متفقة، انا هي مش عيبة، كل واحد من حقه يقول. قبل 25 يناير انا مش فاهمة هو ايه اللي بيحصل اصلا. آه. يعني ممكن الناس تلومني تقول لي وانت مش عارفة البلد فيها ايه، او لكن انا يعني تطلعاتي مش سياسيه، يعني ها. البلد ماشيه وخلاص ماشي، انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل في البلد. يعني ابتديت انتبه بعد يعني بعد 25 يناير، اعتقد ناس كتير جدا ابتدت تهتم بالسياسه، اللي بتفهم واللي ما بتفهمش على فكره. لكن قبل كده لا، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط، وايه اللي صح وايه اللي غلط، مش فاهم. فبصرف النظر عن انه في ولاد ما فيش ولاد، انا ما كنتش اشارك في حاجه مش فاهمها. انا جوزي كان بينزل، هو ليه وجهه نظر معينه، هو بينزل، انا مش فاهمه الموضوع مش ازاي، غير طبعا ان انا عارفه في فنانين كتير نزلوا طبعا يعني فاهم، وفي ما نزلوش، وفي اختلف، وفي ما نزلوش، وفي اختلف، وفي اعترض، وفي اللي يعني، فحصل بص لخبطه ده على ده، فيعني فانا مش عايزه افتي في حاجه انا مش بفهم فيها. انت ضد ان الفنان يكون له راي سياسه؟ ضد ان الفنان يكون له رأي في السياسة، في العملية السياسية، ولا شايف انه ليه لا؟ ما هو مواطن. هو ليه لا؟ طبعا هو مواطن، في ناس كان ليها نشاط سياسي قبل 25 يناير فاهم، وفي ناس بقى عندها رأي سياسي، انا بحس الناس مشيت مع الموجة، بس هما في الحقيقة هما مش فاهمين اللي بيحصل بالظبط، يعني ده رأي. فانا مش شايفه ان ولا ده عيب ولا ده عيب، كل واحد ولا تشوفي انه يبتعد عن السياسه علشان ما يخسرش جمهوره؟
يعني يكتفي بالصمت. هي دي سياسة برضو، دي فكرة برضو، إن الواحد ما يتكلمش خالص، أنا مش عايز أتكلم وخلي رأيي مع نفسي، فاهم؟ أنا ولا مش عايز أتحسب ولا على دول ولا على دول، ده برضو رأيي يعني، رأي ناس، وكل واحد أنا بقول حر في رأيي. رواية ذات ما بتشوفهاش رواية سياسة وتأريخ؟ هي تأريخ طبعا، فيها سياسة، فيها سياسة بس بشكل مش مباشر، بمعنى هي الدراما مخليه ان يكون في سياسة، لان اي يعني اللي بيحصل في البلد بينعكس على اي عيلة، علينا كلنا، ده اللي حصل في عيلة ذات، هو بينعكس على كل عيلة مصرية اللي بيحصل في البلد، فمفيش حد يعرف يعيش من غير ما يعرف ايه اللي بيحصل بالظبط، فاهم؟ ده اللي حصل دلوقتي، يعني الناس كلها بتتكلم في السياسه، مجتمع غريب كله بيتكلم في السياسه، بقى كلنا بنتكلم في السياسه، اطفال كبار يعني كله بيتكلم. انت لو دخلت اي كافيه مثلا دلوقتي او وتسمع كده بوين الناس بتقول ايه، هتلاقي كل ترابيزه حد بيتكلم في السياسه اللي بيحصل. لو رحت على الفطار في اي بيت الناس بتتكلم في السياسه، في السياسه بالظبط، وبعد الفطار وقبل الفطار، والمسلسلات بتتكلم عن السياسه بعضها يعني، مش كلها بس، معرفش، بس هي الحياه بقت كلها سياسه. وبعدين انتوا بقيتوا اشهر مننا كممثلين المذيعين على فكره، انتوا سوقكم ماشي ما شاء الله، السنتين اللي فاتوا بتشتغلوا اكتر مننا بكتير شويه كده يعني، بنشوف لقمه عيش، فبقيتوا انتوا النجوم، احنا بقينا احنا بقينا على هي مش كده، الحياه مراحل برضه، الحياه مراحل برضه، فاحنا ادينا لكم الفرصه في السنتين كتير، فسيبونا شويه سنتين ثلاثه ما يجراش يعني، سنتين ثلاثه يعني الفن نزل، بمعنى ان مفيش انتاج كافي يعني في الافلام، طبعا ما بقتش تتعمل زي الاول، بقت قليله قوي، والمسلسلات اقل كتير من السنين اللي فاتت، يعني لو كان السنه قبل اللي فاتت مثلا كنا بنعمل حاجه و60 مسلسل، في السنه دي بتقول 30 مسلسل. المنتجين مقلقين، المنتجين مقلقين، الناس مقلقه، كل واحد مقلق، ما حدش عايز يطلع فلوس من جيبه يعني، هبيع لمين وازاي وهجيب بالزبط. اعلانات في القناه، لكن السياسه شغاله، الله ينور، يعني كل قناه دلوقتي عندها برنامجين ثلاثه مثلا عن السياسه، ما شاء الله، الله كل واحد اللهم بارك كل واحد يقعد يفتي بقى يعني، فاهم؟ والمرتبات تعد بقى، والمرتبات، لا المرتبات ربنا يزيدكم يعني، انتوا برضو بتقعدوا يعني، بصراحه شغلكم بيبقى صعب قوي، انك انت بتتحاصر، انتوا بتتحاصروا، انتوا اتحاصرتوا في ذات، احنا في ذات لا، مرة حصل ان احنا كنا بنصور في كلية الهندسة، وكان اول يوم تصوير تقريبا، فكنا لابسين لبس سبعينات، فالحقيقة بعض الشباب من الاخوان جم اعترضوا على اللبس وقالوا لنا امشوا احسن لكم، ويعني فمشونا، فاحنا مشينا بصراحة. حسيتي بقلق؟ على ايه؟ قلت ده كده، ده بسم الله الرحمن الرحيم، ده لسه يعني الكلام ده من سنتين، خلي بالك لسه يعني، امال لو ابتدينا كده وبعدين يعني، كانوش لسه محاكم، ما كانوش لسه حكموا، ما كانوش لسه حكموا بالظبط، تخيل لما يحكم، ما هو فاهم بتتكلموا على ايه، هيعملوا فينا ايه بالظبط، فهو ده اللي كان الواحد قلقان، طبعا قلقان، مش عارف ايه يعني، الشعب المصري مش هو ده، احنا بنحب الغنى، بنحب الرقص، بنحب الفولكلور، بنحب الاغاني، بنحب الافراح، بنحب الكلمة الحلوة، النكتة يعني، ما عندناش الحاجات اللي حصل. بما انك باليرينا بالاساس، لما سمعتي التصريحات بتاعت كل الناس سألت لي السؤال ده، كل الناس سألت لي، لازم يتسأل اصله الباليه مش عارف يحرض على الغرائز، ولا هكلم مين لو يعني هكلم مين؟ حسيتي بايه ساعتها وانت بتسمعي ده؟ حسيت بإهانة للفن كله عامة، حسيت بإهانة للفن المصري، للأوبرا، للتاريخ بتاعنا يعني، فرقة باليه أوبرا القاهرة اتعملت من الخمسينات تقريبا، احنا أول أوبرا، دار أوبرا كان موجود أيام الخديوي إسماعيل، هو اللي عملها، مفيش أوبرا في الشرق الأوسط كله ما عدا احنا مصر، فاهم يعني ايه؟ يعني انت عايز تهد حاجة بقالها سنين، بقالها يعني سنين موجودة، بيحاربك في ثقافتك بقى، بيحاربك في ثقافتك، ما هو هيبتدي بقى باليه أرضي، بعد كده هيدخل لك على الباليه المائي في الرياضة، بيشجع الغرائز في الباليه المائي، الباليه يعني المائي طبعا، خلاص ده معناه ان حمام السباحة ده جزء من الجحيم بالظبط، هندخل بقى على
اوركسترا سيمفوني، بعد كده موسيقى عربيه، فنون شعبيه، يعني كل الحاجات، الرياضه، بعد كده هندخل على الكوره. ما هو لعيب الكوره لابس شورت يعني، يا اما يلبس الشورت الشرعي يا اما مش هينزل الملعب. حاجات تضحك، فعشان كده ما يعني هقول ايه، هكلم مين، اكلم مين لما احب اكلم شعب مصر؟ خيمك ممكن تلاقي عنوان في الجورنال بيقول مثلا انه تم احاله اوراق فرقه شكشك مرزوقه الى النائب العام مثلا، تخيل بقى. يبقى في منشات اسمه احاله اوراق شكشك مرزوقه. وبعد كده ادخل بقى على الافلام بقى طبعا، يعني السينما دي حرام خلاص، يعني فيلم بتاع حب في الكرنك ده خلاص، وافلام يعني بص كل حاجه، منجزات فرقه رضا تنتهي خالص، الاوبرا تنتهي، كل حاجه، فرق الباليه تنتهي، الرياضه تنتهي. تخيلتي شكل مصر لو الحكم ده استمر؟ مش عايزه اتخيله، كابوس، مش عايزه اتخيله. ما جاش على بالك ولا مشهد؟ ما جاش على بالي عشان مش عايزاه يجي على بالي. كنت رافضاه؟ اكيد طبعا، اي بني ادم عاقل يرفض ده. الناقد الصحفي والناقد الفني طارق الشناوي كتب في تاريخ 13 يوليو 2013، حوالي 10 ايام، في مقال بعنوان من ذات الى العراف، عارفه كانه تلغراف كده، كتب: العراف كان يستهلك الكثير من الوقت تمهيدا لظهور عادل امام كشخصيه محوريه تملك المفاتيح او تملك كل المفاتيح، مثلما شاهدناه العام الماضي في فرقه ناجي عطله، فهو القوة الضاربة التي اعتمد عليها العمل الفني. لم يكتفي بالحلقة الأولى بإضاعة ربع ساعة في تقديم حفل في فيلا، لكنه أيضا في الحلقة الثانية لا يجهد نفسه في تقديم رؤية بصرية، فهو فقط يعنيه عادل إمام، وكأنه بصدد فصل مسرحي، والكاتب في النهاية يعتمد على أن الجمهور سيكتفي برؤية عادل إمام. على الجانب الآخر، ذات قد يبدو من العنوان أنه دراما تروى وتتحرك من اسم البطلة ذات، لكنك في الحقيقة ترى تاريخ مصر المعاصر منذ عام 1952، فالبطلة مولودة يوم 23 يوليو في كثير من المفردات قدمتها كاملة أبو ذكري بجهد إبداعي على مستوى تفاصيل الصورة والصوت برؤية سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية، بينما رامي إمام في العراف معه البطل الذي تنتظره الملايين، فما الذي يدعوه فما الذي يدعوه لكي يضيف شيئا؟ أنا آسف عشان عندي الخط هنا مش واضح. الشاشة في ذات في أول حلقتين مليئة بالثراء والحيوية، بينما البلادة هي التعبير الوحيد الذي يفرض نفسه على شاشة العراف. يعني هو مبدئيا طبعا انا عايزه احيي استاذ عادل امام على المسلسل. ما تبصيش كده، المقارنه خاطئه، يعني غلط احنا نقارن، لان ذات هو عمل تاريخي، فاهم، وعمل يعني منفرد بذاته، بتكلم على مفردات الاخراج، منفرد بذاته، مش بذات انا، بذاته هو، بذاته العمل يعني، فاهم، ف يعني فهي يعني مقارنه مش في محلها. ده ما حسيتيش كده باطراء وزهو لما تتعمل مقارنه ما بين مسلسل بطل وعادل امام ومسلسل بطولتك، وانه هذه المقارنه تصب في صالح المسلسل بتاعك؟ لا، استاذ عادل امام الأمان. يعني استاذ عادل امام عندي انا شخصيا فنان كبير، وانا اشتغلت معاه على رأي اللبنانيين، يا ست دي إيه؟ لا ما بلاش، ما تقوليش، فاهم، كله لعادل إمام مبدئيا، مش أصل هو هنا ما اتكلمش على عادل إمام وما اتكلمش على نيلي، هو اتكلم على مفردات الإخراج بتاعت المسلسل ده ومفردات الإخراج بتاعت المسلسل ده، وكأنه بيقارن ما بين رامي إمام وهو صاحبي جدا بالمناسبة وما بين كاملة أبو ذكري، فالمقارنة بتصب في صالح ذات بمنتهى الأمانة وفي جاري التحقيق في الشهر الكريم. يا نيلي كريم، ما حسيتيش بحاله من الزهو بينك وبين نفسك كده، اللي هو اتكلنا على الله؟ لا يعني ما اعرفش، انا اتكسف اعمل كده صراحه. نروح فاصل. لا اتكسف اعمل كده، عايز بتكلم عادل امام، يعني بتتكلم عادل امام تاريخ ماشي،
نروح لفصل ونرجع نكمل حاجة الكلام. تانية هو يعني مقارنة خطيرة. ما مقارنش ما بين عادل ونيل. لا هو بيتكلم على ذاته وبيتكلم على العراف. مسلسل ده مسلسل لوحده يعني. أسهلها لك أكتر من كده عشان نخرج من هذا الحرج. بيت وبيت ملوش دعوة بالسكان. هو اتكلم على بيت. البيت ده حلو وشياكة. والبيت ده حلو وشياكة برضه. هو ما قالش كده بقى. هو قال إن في بيت مش شياكة وفي بيت شياكة. هو حر في هو حر لكن حر. لكن انا شخصيا ما اقدرش. عادل امام ده بالنسبه لي من علامات يعني الفن في مصر. عادل امام من تواضع لله رفعه ومن لم يتملكه الزهو. حاجه كبيره قوي اصلا يعني عادل امام صار من ايه الكسبانين. نروح لفاصل ونكمل الكلام. والله نيلي كريم لازم نسميها أميرة الأمراء كريم يعني طول الفاصل. على فكرة الفنان عادل إمام ما احنا مش مختلفين خالص، بالعكس أنا الرجل ده بحبه يعني قابلته مرة واحدة في حياتي وبحبه جدا يعني. هنخرج من هذا السؤال ومن هذا الجدل. انتوا شكلكوا قصدكوا توقعوني. ابدا والله بالعكس خالص. بس عمرها ما هتحصل عشان تبقى فاهم. عمرها ما هتحصل، انا معاكي 100%. بالعكس دي حاجه كويسه ان الواحد دايما يحترم ويقدر دايما الاجيال اللي سابقاه. دي حاجه كويسه يعني. هو ده اللي بيخلق نجم بجد، ان هو ما يبصش اصل اللي فاتوا بقى ما بقوش. انا قلت لك في كلمه ده عادل امام خلص الكلام بس. وهو الحقيقة الراجل دايما يقول وده فؤاد المهندس هي شوفي الناس المحترمة محترمة برضو والله ما شاء الله ما شاء الله. بقولك ايه، لاحظتي انه المسلسلات اللي هي مثلا هتلاقي بالبلدي كده وكلة مع الناس، هتلاقي ذات الداعية بدون ذكر اسماء، نيران صديقة، حاجات زي كده. نكذب لو قلنا ما بنحبش. كويس، دي مسلسلات ماشية قوي مع الناس جدا جدا. في مسلسلات تانية زي الفل زي الفل بس مش ماشية قوي زي المسلسلات اللي احنا ذكرنا. خلف الله، فرح ليلى، العراف. لا بالعكس انا شايفة ان ماشية جدا طبعا مع الناس. بس طبيعة البني ادم ما هو مش هيعرف يتابع كل ده يعني. كبيره ثلاث مسلسلات اربعة يا سيدي، لكن مش اكتر من كده. بس ده رأي النقاد ان المسلسلات دي هم حرين انجح من دي. لكن انا رايي الشخصي يعني مش كل الناس. مثلا انا صحابي مش كلهم اتفرجوا على ذات، بس بيتفرجوا عليه على اليوتيوب ويجيبوا كل الحلقات ورا بعض. فهم ايه يعني فاهم. فمش كل الناس تعرف تتفرج على كل المسلسلات. ده استحاله يعني، لازم تكرس حياتك للمسلسلات. طب اعمل في نفسي كده ليه؟ انا اتفرج عليهم كلهم على النت وخلاص. طيب تعالي نبطل بواخي عليكي شويه. بالظبط كده يا ريت. ونروح للمسلسل نفسه. انت في رايك ايه هو المشهد اللي شايفانه ده افضل مشهد انت قدمتيه في المسلسل ده؟ لا بص، هو في مشاهد كتير بصراحه. خليني شويه اكون انانيه. لان انا قدمت كذا مرحله. كويس. ففي كل مرحله كان بيبقى في مشهد بالنسبه لي صعب ادائيا يعني. فهم كتير يعني، كل كام حلقه هتلاقي في كده ماستر سين يعني، لو مش كل حلقه. ما مش حاسه ان في مشهد هو ده اللي حسيت فيه ياه ده اللي انا كان نفسي اعمله من زمان؟ هو ده المشهد بالفعل اللي كتير انا كتير قوي. اصل انت بتتكلم على حياه بني ادم من سن 18 سنه لحد 62 سنه، فبتعدي بمراحل كتيره قوي. فالمراحل العمريه دي عمري ما تخيلت طبعا انا ممكن اقدم كل ده، انت فاهم. فانا كنت بتعامل مع ذات مش ان انا بعمل مسلسل، انا بعمل 30 فيلم تقريبا. لان كامله كمان كانت بتتعامل مع كل حلقه هو فيلم لوحده. المسلسل بيفتح على اغنيه معينه بشكل معين، التيمه بتاعت الحلقه دي بتتكلم عن كذا، مجهد قوي فاهم. طبعا. فمفيش اللي هو مشهد ده ممكن مشهدين تسالني عن فيلم، لكن في مسلسل لا استحاله يعني. الناقده الصحفيه علا الشافعي قالت عن افضل المشاهد في دراما رمضان، فقالت من وجهه نظرها من افضل المشاهد في دراما رمضان مش في ذات كان مشهد للنجمه نيلي كريم والتي جلست فيه صامته في عزاء والدها كانها تشاهد التفاصيل من خارج المشهد غير مصدقه لما حدث، الى ان جاءت صديقتها المقربه صفيه فأخذت تردد على مسامعها: بابا مات يا صفية، بابا مات، إلى أن ارتمت في حضنها. تتفقي مع علا في اختيار المشهد ولا بتشوفي ان في مشاهد تانية اقوى من ده؟ في الحلقه دي يعني الحلقه دي كانت قويه الحقيقه يعني.
يعني زي ما قلت لك كل حلقه فيها الماستر سين بتاعها. يعني الحلقه دي موت الاب من الحلقات اللي انا بحبها جدا، لان يعني كان فيها صدق شديد قوي، وانا كنت بعيط بجد بصراحه ليه؟ في المشهد ده افتكرت والدي لما مات، يعني فاهم. فكان يعني من الحلقات اللي قريبه القلب بصراحه. مين اصعب في التعامل، كامل ابو ذكري ولا خيري بشاره؟ مين اصعب في التعامل؟ جيلين مدرستين. لا، مفيش حاجه اسمها مين اصعب في التعامل. لكن الفرق انا كنت بخاف من كاملة اكتر. لا بمعنى مش بخاف، كنت حاسه بمسؤوليه، وهي كمان كانت حاسه بمسؤوليه، لان زاد ده فاهم، زاد دي الشخصيه دي معاها من وهي صغيره لحد ما بتكبر بتوصل لسن معين، فلازم يكون في عين من بره اللي هي عين المخرج، اللي هي ما تسيبش تفاصيل معينه. التفاصيل دي في الصوت، في طريقه العياط، في طريقه الكلام، في حاجات كتيره قوي تفاصيل، لان احنا لما بنكبر من غير ما ناخد بالنا احنا بنتغير. صحيح. المواقف اللي احنا بنمر بيها بتغيرنا، اللبس بيغيرنا، تسريحه الشعر بتغيرنا، كل ده بيأثر عليك انت. يعني انا كان في حد سألني انت ازاي كنت بتعملي يعني سني مثلا 50 سنة وبعد كده كنت بعمل سني 30 سنة؟ في اختلاف جامد في اللبس وفي المكياج، في كل حاجة، وفي التركيبة وردود الأفعال وفي التمثيل. انت في اليوم الواحد في الديكور ده انت مش بتمشي بالتسلسل، مش بتعمل مثلا حلقه اولى بعد كده حلقه تانية حلقه ثالثه، لا انت عندك ديكور فانت بتخلصه وبتخلص كل المراحل اللي في الديكور ده. شغلتكم دي صعبه قوي قوي. فانت يعني ممكن مثلا اعمل المشهد لسه في بدايه الجواز تمام مع عبد المجيد، بعد كده اللي هي بعديها بخمس حلقات اللي هي كبرت اوريدي 10 سنين بشكل مختلف بستايل مختلف، فانا اللي كان بيعمل لي السويتش ده الهدوم والمكياج. يعني كنت اقف قدام المرايه اركز انا دلوقتي عندي كذا، خلاص يعني فاهم، براجع الهيستوري اللي حصلت لذات عشان اعرف ادي المشهد ده بشكل مختلف، وبعد كده ارجع تاني وانا عندي 30 سنه لسه صغيره عبيطه ومش فاهمه حاجه تتقمصي تاني. فالحاجات دي تعبت لي اعصابي. يعني انا على اخر المسلسل مره جيت فركشت التصوير، جايه منهاره وعماله اعيط، وجات لي حاله نفسيه واكتئاب، وعماله ابص لنفسي في المرايه حاسه ان انا كبرت فجاه وتخنت وحالتي بقت بالبلا فاهم. ويعني انا عماله اتفرج دلوقتي على بعض المشاهد فشكلي فيها تخين، انا ما تخنتش في الحقيقه فاهم، انا مش كده، بس مع اللبس ومع الهدوم مع المكياج انا فعلا شكلي تخنت، مثلا زدت 15 كيلو في المشهد بتاع النهارده مثلا فاهم. فالحاجات دي اثرت عليا بصراحه. حسيتي باختلاف المدارس ما بين كاملة وما بين خيري بشارة؟ لا ما حسيتش باختلاف، لا يعني ما كانش فيه، ما توقعنيش برضو في السؤال ده، اختلاف مدارس ده فيهاش حاجة بالعكس. في السؤال هو لا، اصل عايزة اوضح لك حاجة، انا لما اشتغلت مع كاملة انا حضرت مع كاملة، عملت بروفات مع كاملة على الشخصية وعلى اللبس وعلى على حاجات كتيرة جدا، وكاملة قعدت معايا فترة طويلة قوي، يعني كاملة عملت 18 حلقة وغير قبلها احنا طبعا محضرين. فاستاذ خيري لما جه هو كان بيكمل بقى الحاله اللي انا وصلت لها مع كامله فاهم، فهي دي كانت تكمله يعني، فالامور مختلفه تماما. تعالوا نروح لفاصل ونكمل الكلام في برنامجنا جاري التحقيق، ضيفتنا العزيزه في الاستوديو نيلي كريم. لسه معاكم في برنامجنا جاري التحقيق مع الفنانة المتألقة نجمة نجوم رمضان نيلي كريم ذات. يا نيلي. ايوه. ايوه ستي. انت عندك حالة من حالات التفاؤل بعد 30 يونيو ولا مش متفائلة قوي؟ لا متفائلة ومش متفائلة. يعني متفائلة ان 30 يونيو حصل، لكن قلقانة طبعا البلد في حالة مفيش استقرار يعني. حاسه انها هتعدي ولا متخوفه؟ اتمنى ان هي تعدي طبعا، لازم الواحد يكون عنده امل ان الامور تبقى احسن يعني. هل جه على ذهنك في مرحله من المراحل انك تاخدي بعضك وتشدي الرحال خارج البلاد؟ اروح فين؟ مش عارف. فكرت هروح الجونه.
خارج البلاد. خارج البلاد. هناخد جنسية الجونة. البحر الأحمر. ده كان أقصى حاجة فكرتي إنك تطلعي. ده أقصى حاجة أقصى طموحي. ما جاش على بالك تروحي أمريكا، تروحي بلدة من بلدان أوروبا، تروحي الإمارات حتى يعني؟ لا يعني لا. ما فكرتش طبعاً. لا. هروح هناك أعمل إيه؟ في مطربين، في ممثلين خدوا بعضهم وقالوا لك هنخلي محل إقامتنا الدائم هو مثلاً الإمارات، ولو في عندنا شغل يستحق إن إحنا ننزل مصر هننزل. وناخد بعضنا ونرجع تاني احنا وعيالنا واهالينا وبلا وجع دماغ. كل واحد طبعا حر يعني، يعني ده بيبقى اختيار شخصي طبعا. لكن دي ما جالكيش الاحساس ده انك تقلقي لدرجه؟ لا، في فتره معينه قلقت يعني، لكن ما كانش الحل ان انا اسيب البلد وامشي يعني. الموضوع صعب مش سهل. كان موسم الهجره ماشي يعني، بتاخد القفه وماشي يعني، فاهم؟ شد الرحال على كتفك بالظبط. لا البؤجة. لا يعني لا، ما فكرتش. لا كنت مستنيه ان لازم يكون في حاجه تحصل كويسه ايجابيه. ايه رايك في الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح؟ ما اعرفوش يعني. الجرايد اه بالظبط. لكن انا شخصيا ما اعرفوش. مش عارفه مين اخوان ولا مش اخوان. عارفه دايما هو الراجل اللغز. في ناس تقول يا جماعه الراجل ساب الاخوان ولوش علاقه بيهم، وفي ناس تقول لا 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 هو اخوان. فاللي هينتخب عبد المنعم ابو الفتوح يبقى انتخب الاخوان، او لا ده نموذج جديد للاسلام. اقول لك حاجه، انا بصراحه لو ارشح حد لرئاسه الجمهوريه هرشح حد تاني خالص مش مين؟ موجود على الساحه. ارشح تاني الجبال. ليه؟ مقتنعه في كلامها، عجبتني وهي بتتكلم يعني، سمعت لها كذا. ما اعرفش ولا علشان ست. لا مش عشان ست، ولا عشان اتعمل لها ماده مخصوص في دستور 2012 ميكي، مجله ميكي. لا ما اعرفش الموضوع اللي انت بتتكلم عليه ده. يعني فانت تعمل لها ماده في دستور 2012 اللي عملوه الاخوان لعزل المستشاره تهاني الجبالي من المحكمه الدستوريه العليا. يبقى لازم اختارها طبعا رئيس الجمهوريه. طالما نقول الدرجه دي الاخوان حاطينها في دماغهم. لا انا حاساها ست بتحب البلد، ست وطنيه، كلامها حاضر يعني، بتتكلم كويس قوي يعني. ما من الحاجات اللي شفتها يعني انا ارشحها. انت انتخبتي في المرحله الاولى والمرحله الثانيه؟ انتخبت. اه تحبي تقولي انتخبت مين؟ انتخبت في المرحلة الأولى أستاذ عمرو موسى، وفي المرحلة الثانية انتخبت شفيق. ما فكرتيش تبطلي أو تقطعي أو حاجة؟ كنت مقتنعة باختيارك ولا إنه طيب أصلا أنا مش هنتخب محمد؟ الناس كلها هتقاطع. طب وبعدين لو قطعنا؟ وبعدين أنا شايفة في حاجات غلط يعني، أنا رأيي يعني الشخصي يعني. مقاطعة الانتخابات وديتنا في سكة مختلفة تماما يعني. ما خفتيش انه يتقال نيلي كريم ضد الثورة وانتخبت احمد شفيق؟ مش موضوع ضد الثورة، احنا مش بنتكلم في يعني. انا ضد التصنيف بقى، هنقعد نصنف بعض ده فلول وده فنون وده مش عارف ايه وده كذا وده كذا وده كذا. هو ده اللي بيعمل انقسام يعني. انا رأيي ان احنا شعب مصر كلنا نتحد مع بعض، احنا عايزين البلد تمشي لقدام وتبقى الحياة افضل يعني. شايفة ان مصر مستهدفة؟ اكيد طبعا. من مين؟ مش عارفه اقول لك من مين بالظبط، بس واضح ان في طبعا تخطيط. عايزين يعني مصر فيها حاجات كتير جدا يعني استراتيجيه. هم عايزيننا. هو واضح ان هم مش مبسوطين ان احنا مستقرين لحد دلوقتي يعني. في ناس كده بتلعب، في صوابع بتلعب على رأي هاني رمزي في المسلسل بتاع نظريه الجوافه. هو الحقيقه انه يعني كان مخترع النظريه الحقيقه كان الدكتور محمد مرسي. الصوابع اللي بتلعب دي بيلعبوا طبعا نظريه الاوراداتي. احنا الحقيقه احنا عايشنا ايام صعبه قوي. ما هنعمل ايه يعني، لكن مستهدفين. كنت تتخيلي في يوم من الايام انه تسمعي خطاب رئاسي في القرد لو مات الاوراداتي يشتغل ايه؟ ده خطاب مين اللي قاله؟ الدكتور مرسي. كنت تتخيلي انك وقال كده في الخطاب فعلا؟ اه لو ولا ده ولا حوار صحفي معلن من الحاجات المعلنه الكتير زي الحوار السري المعلن كده. لا تعليق. او الناس اللي ركبها لا بجد لا تعليق. قال مجموعه مصطلحات، الناس اللي ركبها مشاشه، قال انه القرد لو مات الاوراداتي هيشتغل ايه، قال الناس اللي في الحاره المزنوقه، الاصابع التي تعبس، اه ما 5 6 7 8 الناس اللي متغطيه وبتعمل حاجه غلط في الضلمه فانا هشيل عنهم الغطا. يعني كنت ممكن تتخيلي في يوم من الايام انه هذه المصطلحات والتشبيهات
تصدر من رئيس جمهورية مصر العربية؟ أكيد لا طبعا بصراحة يعني، وده شيء مؤلم حقيقي، شيء مؤلم جدا يعني. أنت لما تكون موجود في أي حتة في العالم ورئيس بلدك بيتكلم، مفروض تبقى فخور، عارف أنت رئيس بلدك بيتكلم. لكن أنا شخصيا بالنسبة لي السلام عليكم معرفوش. الأمريكان بيتأمروا على مصر؟ مش عارفة، بس يعني واضح ان الامور يعني انا ما شفتش ان في منطق ان انا اساند الاخوان من البداية، يعني فين المنطق هنا؟ الروس بدأوا يقربوا من مصر، تحبي ان مصر تقرب من الروس؟ انا شخصيا احب مصر تبقى مستقلة بذاتها. الحته يعني الروسي اللي عندك انا حاسسكيش انه ايوه وليه لا، ودي حاجه كويسه لا يعني مش اصل مش موضوع حته، ما احنا يعني في ناس كتير جدا يعني إن مامتهم أجنبية أو يعني في كتار في مصر يعني، ما هوش أنا الوحيدة. لكن أنا بحب بلدي جدا وبحب مصر وعايشة في مصر وولادي متربيين في مصر ودفن في مصر. أيوة يعني أنت أنا أحب مصر تبقى بلد مستقلة بذاتها وما تبقاش معتمدة على حد. أنت ممكن تكون من مئات أو آلاف حتى دلوقتي يمكن يكون أمهاتهم روسيات أو آبائهم هم اللي روس وأمهاتهم مصريات أي كان، لا في الغالب الستات دايما بتبقى يعني. فالنص الروسي ده أكيد أنا لو منهم يعني، أنا لو أمي اللي روسية هقول والله أنا أحب جدا أن يحصل تقارب مصري روسي مش في الفترة مش اللي جاية. مش فكرة هو يعني أنا أحب زي ما قلت لك أحب مصر تبقى مستقلة بذاتها، يعني تبقى مش معتمدة على حد، ده اللي نفسي فيه، تبقى بلد قوية ومعتمدة على نفسها فقط. ولو ما عندكيش اختيار ما بين إلا مصر أمريكا روسيا زي ما مرينا خلال فترة طويلة، ذات مرت بالمرحلة دي، ذات مرت بمرحلة مصر القريبة من روسيا ومرت بمرحلة مصر القريبة من أمريكا. أنا ما أقدرش طبعا أقول لك مصلحة البلد فين يعني اللي أصلح، فاهم؟ لكن أنا شايفة اللي أصلح دلوقتي ان احنا نركز على الوحده بتاعتنا المصريه، انه ليه مصر ما تبقاش مصر بالظبط بعيد عن روسيا امريكا المانيا فرنسا، ليه ما تبقاش مصر؟ اشمعنى الروس مش مستنيين حد يقرب منهم يعني؟ يعني تبقى من الدول يعني صاحبه قرار لوحدها، سياده لوحدها، قدره قوه لوحدها. ليه نستنى حد يقول لنا ولا حد يجيب لنا ولا حد يودق ليه يعني؟ احنا عندنا كل حاجه بس مش عارفين نستخدم ده صح. يعني السياحة في مصر لوحدها يعني ممكن يعني تضرب سياحة أي حتة في العالم بس تتظبط، لكن طول ما احنا مفيش أمان مفيش حاجات كتيرة قوي كل ده مش هيحصل. لو انت وزيرة السياحة على ذكر الكلام يعني لو انت مكان السيد زعزوع وزير السياحة المصري تعملي ايه؟ ايه اول خطوة تاخديها؟ هو في حاجة لازم تتاخد قبل الخطوة بتاعت وزير السياحة؟ الأمن طبعا، فلازم يبقى الأمن 100%. لازم أكيد طبعا الأمن يبقى 100%. بس في بلد 100% إيه؟ مفيش بلد لا يعني أنا بتكلم يعني مش 100% ترجع أمن زي قبل كده مثلا الفترة اللي كانت قبل 25 يناير ولا أحسن من كده؟ لا ترجع أحسن من كده كمان يعني. طيب افترضنا أنه أنا بالنسبة لي هروح أسوان مبدئيا، أروح أسوان وأظبط كل حتة فيها هناك. يعني عندنا انا رحت اسوان، بعشق حاجه اسمها اسوان، بعشق النيل اللي هناك، بعشق الجزر والناس، مش مستخدمه خالص يعني، ممكن تبقى احلى حته في العالم اسوان دي ومش مستخدمه. مش مستخدمه يعني عندك ما عندكش الفاسيلتيز اللي المفروض تكون في اماكن سياحيه فهي مش موجوده للاسف. ده هيدي شغل كتير جدا للناس اللي عايشين هناك، للسكان البلد. هيبقى عندك حتى مادة تقدر تروج بيها البلد بره. بالظبط، أسوان والأقصر من أحلى الأماكن اللي تشوفها في العالم كله غير البحر الأحمر. فاهم؟ البحر الأحمر نوعا ما كويس يعني وفي سياحة وناس بتروح، بس برضو مش بالشكل الـ يعني اللي أقدر يعني زي بلاد تانية. فاهم؟ لكن الأقصر وأسوان أنا شايفاهم مش مستخدمين كسياحة، كالفاسيلتيز اللي موجودة فيها يعني ممكن تتعمل أحسن من كده 100 مرة. هرجعك لذات مرة تانية. اتكتب عن ذات انه لما تشوف نيلي كريم ببراءتها في هذا المسلسل ذات تبدو وكأنها لا تمثل تماما، حيث ان تلقائيتها وبساطتها في تجسيد الشخصية ساهم في رفع اسهمها لدى المشاهد وابدى الكثيرون اعجابهم
بها. بتشوفي انه ده او هذا الاحساس اللي جه عند المشاهدين هو فعلا السر الرئيسي ورا نجاح المسلسل، انه نيلي التلقائيه جدا، هي هي ذات التلقائيه جدا. بس ما اقدرش اقول لك طبعا هو سر نجاح المسلسل، ما بحبش اشكر في نفسي يعني. يا جماعه انا متواضع قوي بس يعني. لكن انا حبيت الشخصيه يعني، انا اهم حاجه بالنسبه لي وانا بمثل ابقى احب الشخصيه اللي انا بعملها، لو حبيتها خلاص بالنسبه لي كده الموضوع انتهى. انا بحب زيت ده، يمكن ده كان المفتاح، فبحبها فبصدقها. مين المخرج اللي كان نفسك تمثلي معه ما مثلتيش معاه؟ كان نفسي مره اشتغل مع استاذ محمد خان، كان المفروض اعمل معاه فيلم شقه مصر الجديده اللي عملته غاده عادل، بس ما حصلش نصيب. بتضحكي ليه؟ لا علشان كل ما كل ما بقابل استاذ محمد نقعد نطفش في الموضوع ده كده. انا ليه ما عملتش الدور ده؟ ده بيبقى سؤال. لا 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 مش بتبقى كده. بتبقى ايه؟ كنت بهزر معاه يعني. بص غادة عادل مبدئيا صاحبتي جدا يعني، كويس قوي. فهو اللي حصل ان انا كان المفروض مضيت ان انا هعمل فيلم بتاع شقه مصر الجديده، وسافرت حتى معاهم المنيا وابتديت يعني فاهم اتدرب كده. وبعدين كان عندي فيلم تاني، فاستاذ محمد قال لي لا انت لازم تختاري يا انا يا الفيلم التاني. ف ما كنتش عارفه اسيب الفيلم التاني، كان اخراج امير رمسيس وكان اول مره ليه، وكنت وعدت الشركه خلاص ان انا هشتغل معاه. فاستاذ محمد ضايقني، زعل زعل. فانا اشتغلت الفيلم التاني وهو جاب غالي، بس عملت الدور بجد حلو جدا جدا جدا. زعل راح من زمان، وانا ما كنتش زعلانه اصلا يعني، ما حدش يزعل من محمد خان يعني، بحبه جدا الراجل. طيب تعالوا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام بتاعنا مع متألقة رمضان هذا العام. آخر حاجة اتكلمنا في إيه؟ اتكلمنا في حاجات كتير جدا يعني، دايما احنا نبص على الحاجات ونحطها ورا ظهرنا ونكمل دايما في اللي جاي عشان احنا ناس مستقبلين. احنا آخر حاجة قلنا متألقة رمضان جدا. متألقة رمضان نيلي كريم في برنامجنا جاري التحقيق، بتشوفي انه جزء من نجاح المسلسل هو انه في النوستالجيا دي؟ يعني الناس كده ساعات تقول ايه يا جماعه فين ايام زمان وحاجات زمان واغاني زمان وصور زمان ولبس زمان وحاجات زي كده، بتحسي انه جزء من نجاح المسلسل هو انه كان مليان بحاجات من زمان؟ هو حاجات كتير بصراحه يعني اللي انا واخده بالي منها، الناس حابه تاريخ مصر تتفرج عليه، الناس حابه العادات والتقاليد القديمه والعيله، يعني الناس تقول كده وحشتها مصر بتاع زمان يعني، كلها على بعض كده. مصر حلوة كده متغندرة يعني. مصر مصر ليها وحشة. مصر ليكي وحشة. مصر ليكي وحشة. بتاعت زمان هو ده بدهالي ذات. هو ده تفتكري الزمان ده ممكن يرجع يعني؟ مصر الستينيات مثلا ممكن ترجع زي زمان؟ قول للزمان يرجع زمان. طب قلنا له يعني هنعمل ايه؟ بس تفتكري انه الحالة دي ممكن ترجع، انه الناس تمشي في الشارع من غير ما حد يعلق على لبسك ولا على تسريحة شعرك؟ أنا نفسي الناس ترجع تحب بعض. يعني إيه الناس تحب بعض؟ يعني نبطل بقى الفروقات اللي احنا عاملين نتكلم عليها، أصل ده مش عارف مين وده إيه وده كذا وده كذا وده كذا. خلاص يا جماعة يعني نهدى بقى. نهدى ولا نعمل مصالحة؟ لا نهدى حاجة ومصالحة حاجة تانية. كويس، ايه رايك بقى؟ ما تجرنيش في السياسه. شغلتي مش سياسه ولا حاجه. إيه انت مواطن على راي سادات. انت مواطن فانا مواطن. رايي في مواطن صالح وفي مواطن غير صالح. حلو. المواطن غير الصالح ده المفروض يكون في قانون، يكون في قانون ويحاسب المواطن اللي هو غير صالح، بغض النظر بقى هو منين ولا مين ولا فين ولا ازاي. يتحاسب كل واحد، يتحاسب لما يكون في قانون. اللي بيتكلموا عنها دلوقتي في بعض الجرايد او بعض السياسيين او بعض الكتاب، يلا يا جماعه خلاص احنا عملنا 30 يونيو، الشعب خد قراره وخد كلمته، تعالوا بقى نتصالح مع الاخوان. انت مع الفكره دي ولا مش مع الفكره دي؟ ما اتصالح معاهم في ايه بالظبط؟ صالح معاهم بقى يعني خلاص الاخوان بقى يا جماعه انتوا هتخشوا تاني الانتخابات لو حابين، يا جماعه احنا نبدا نشوف يعني ايه هي الطريقه اللي نقدر نقنن بيها اوضاع الجماعه بقى. انا ضد ان هم يكونوا سياسيا يعني فاهم سياسيا، لكن هم
يكونوا طبيعي ناس عايشه في البلد. طبعا مصريين اكيد. لكن انا بقول يتعمل لهم قانون عزل زي اللي اتعمل على الحزب الوطني كده. وليه لا؟ طب ايه رايك في الناس اللي بتقول لا اصل دي حاجه ودي حاجه؟ خلاص يبقى نتصالح كمان مع الحزب الوطني. صح. ما يعني ما هو لازم نشوف احنا عايزين ايه، اشمعنى دي حاجه ودي حاجه وده حاجه وده حاجه، ليه الانتقاء ده يعني؟ بالظبط، شيء مش مفهوم. ما انا مش فاهمه. انت في حياتك انتقائيه ولا كله يا هناخد الحاجه على بعضها يا ما ناخدهاش خالص؟ يعني في حاجه كده مقوله يعني. في مقوله عظيمه تقول ايه؟ انه ما لا يؤخذ كله لا يترك كله. يعني ممكن تبقى الحاجه قدامنا انا مش عايزها على بعضها كده، بس انا ممكن اخد منها حته صغيره. ما حسب في ايه دي اللي تنفع لي؟ ما هو صح، حسب في ايه يعني؟ مثلا ما تعممش كل حاجه، يعني كل حاجه وليها بتبقى ظرفها ظرف معين. يعني في ناس مثلا تقول والله يا جماعه اسرائيل عدو، وطالما هي عدو ما فيش حاجه اسمها اتفاقيات، وطالما ان ما فيش حاجه اسمها اتفاقيات كمان ما فيش حاجه اسمها تطبيع مثلا مع اسرائيل. وفي ناس بتقول الاتفاقيه اتفرضت علينا من الحكم اللي كان موجود وقتها ايام انور السادات رحمه الله عليه، ولكن انا مش هطبع، انا هفضل مقاطع بضايع، انا هفضل اقاطع المسلسلات الافلام الكتب الكتاب السياسيين الفنانين العازفين. ولو تفتكري بما انك باليرينا بارنباوم لو انا بنطقه صح، بيانيست ومايسترو عالمي حصل على الجنسيه الاسرائيلي، وكان جه علشان يقود اوركسترا هنا في مصر، كان افتكر في 2008 او 2009. فالمثقفين والفنانين اتقسموا نصين، نص قالوا اصل الراجل ده لو تابعته تصريحاته هتلاقيها ضد كل الممارسات الصهيونيه اللي بتحصل في فلسطين، وناس تانية قالت لما هو ضد الممارسات الصهيونيه ما قطعش باسبوره ليه وتنازل عن هذه الجنسيه واكتفى بجنسيته الامريكيه فقط. يعني انت ما لقيتيش اي سبجكت اللي هو ده المضرب في المثل، انه يا كده يا ابيض يا اسود، نيلي ابيض واسود ولا احيانا ممكن يبقى فيه رمادي؟ لا يعني احيانا يعني ممكن نعمل كومبرومايزيشن لحاجات معينه، في حاجات ممكن تفوت يعني حسب برضو. يعني ما انت ما تجيبليش اسرائيل ومصر ومش عارف، يعني ما تدخلنيش في دوكا حزب البلدي كده. ايوه. ايه الحاجه اللي بالنسبه لك ما تتفوتش؟ خدني على الحاجات. ايه الحاجه اللي بالنسبه لك ما تتفوتش، ما تسامحيهاش، ما تسامحيش فيها خالص؟ ما احبش الكذب والخيانه عامه، عدم الوضوح ما بحبوش. يعني لو انت كده قول انك انت كده، لكن ما تقعدش تلون بقى اصل انا مره كده ومره كده، اصل مره قلت ده ما قلتش ده. خليك واضح، الوضوح مفيش احسن منه عامه. انت عايز ايه بالظبط؟ انت كده انا كده، وما يفرقش معاكي اذا كان في حد هيزعل من مباشرتك الشديده دي او مش هيزعل. يعني انا كده وخلاص، اقبلوني او ارفضوني. ما هو هيزعل في الاخر، بقول له على طول وخلاص. انت صداميه يا نيلي؟ ده بيخسرك كتير جدا، بيخسرني. خسرك حاجات انت شايفة انها كانت مهمة في حياتك؟ بيخسرني حاجات وممكن تخسرني ناس. خسرتك ناس؟ يعني بص انا ساعات بدل ما واجه اقطع العلاقة خالص، يعني عشان نخلص بقى، عشان نخلص خلاص يعني، ولا انت تقول لي ولا اقول لك. خلاص على طول تبقى اسهل. طيب احنا عندنا فقرة اسمها مع ولا ضد؟ كل اللي فات ده برضه هتدخلني في كل اللي فات ده كوم ومع ولا ضد، دي كوم تاني خالص. يعني كل ده كان مقدمه لمع ولا ضد. ماشي، تعالي نبدا مع بعض. مع ولا ضد؟ مع ولا ضد. هتحتاجي دايما انك تقول لنا سبب الاختيار ايه، يعني سبب انا مع الاختيار ايه، وممكن اقول لك لا تعليق. في حد استعين بصديق؟ في حد في تحقيق، ربنا ما يكتبش عليكي تحقيقات يعني يا رب. لا يقول انه في حاجه اسمها لا تعليق. احنا في مصر، فاكر نفسك في امريكا؟ مش هقول لك، مش في امريكا، انا احتفظ بحقي في الصمت ولا مش عارف ايه. مع ولا ضد استمرار غلق معبر رفح؟ مع استمرار غلقه. يفضل مقفول ليه؟ المعبر مش الانفاق. انت بتتكلم على لا الانفاق تحت الارض، دي حاجات غير قانونيه. المعبر ده قانوني ولكنه مقفول دلوقتي الظروف في الفتره اللي فاتت دي، من 30 الفتره اللي فاتت. انا مع دلوقتي عشان البلد في حاله مش مستقره، يعني في مشاكل كتير على الحدود. لو استقرت الاوضاع، لو استقرت الاوضاع طبعا. ما بتشوفيش ان غلق المعبر ده ممكن يسبب مشاكل
عند الفلسطينيين في غزة، أكل، شرب، مية، دواء، تجارة رايحة وتجارة جاية، باب رزق. حطيتك قدام إنسانيتك دلوقتي. حطيتك قدام إنسانيتك. ما انا معرفش. بص بقى، اكيد امنيا، اكيد شايفين امنيا ده دلوقتي لازم يتقفل يعني. حاساها انها سياسه قوي وانت مش فاهمها قوي، فم تكتفي بانه اكيد لاسباب ما يعني، بس مش لدرجه الادويه والحاجات دي. الحاجات دي لازم تعدي طبعا. عظيم. مع ولا ضد مسمى او فكره؟ بكلمك في حاجات تانية. انا قصدي كان على الانفاق. على الانفاق. انا فاهم، عشان كده انا قلت لك المعبر غير الانفاق. شفتي انا امين؟ لا انا بص، انا مش ضد يعني، انا مع اي حاجه انسانيه. حلو اي جدا. اي حاجه تانية ليها علاقه ب اي حاجه غير قانونيه بعدونا عنها لو سمحتوا. لو سمحت بعدوني عنها. مع ولا ضد الخروج الامن للاخوان؟ يعني في ناس تيجي تقول ايه مثلا، يا جماعه خلاص كل حاجه هتهدى بشرط مثلا انه الدكتور فلان الفلاني والاستاذ علان العلاني والشيخ ترتان الترتاني والحاج فلان الفلاني هياخدوا بعضهم وهيروحوا يعيشوا في النمسا، بس لا نحاسبهم ولا يحاسبونا. الخروج الامن معاه ولا ضد؟ لا هي حسب يعني، لو حد فيهم غلط يتحاسب زي اللي اتحاسبوا قبلهم. الخروج الامن بيقول حتى لو غلطوا هنفوت، بس يطلعوا بره البلد، وكانه نفي اختياري. طب اللي موجودين دلوقتي في السجن، طب ما خرجوش للخروج امن؟ ما هو دي برضو من بعض الافكار، انه حتى اللي موجودين في السجن دول خلاص يا جماعه لموا شنطتكم وخدوا بعضكم وبره البلد، مش هنحاسبكم، ما تسيبوا مصر. يعني الحل ده هيفك أزمة ربع العدوية. أزمة ربع العدوية محققة أزمة عند المصريين. أكيد طبعا. شديدة. خصوصا السكان ربع العدوية. سكان ربع. أكيد. انت عارف هم عملوا إمارة في ربع دلوقتي. ما أنا شفت على الفيسبوك. الدكتور عصام العريان بقى وزير الدفاع ما شاء الله. في مجلس شورى وكده. في مجلس شورى بيقعد على المنصة بعد الفطار. ما شاء الله برضو حاجة جميلة أوي 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 أوي. الحاج صفوة الحجازي برضو قايم بدور مهم كرئيس وزراء افتكر. انا شايفه قصه ربع يتعمل فيلم سينما جامد قوي. انت شايفه يتعمل فيلم؟ ازاي؟ يتعمل فيلم؟ انت بتضحكي ليه؟ ايه؟ عشان جالي حق بتاع السيناريو. ايه هو؟ مش هحكيهولك. ابدا. قولهولك بعدين في الفاصل، في الفاصل وعد مش هقول. هنروح فاصل ونرجع نكمل الكلام مع ولا ضد في برنامجنا جاري التحقيق على نجوم اف ام مع نيلي كريم. نجوم اف ام لسه معاكم في برنامجنا جاري التحقيق على نجوم اف ام. المذيع هو يوسف الحسيني، ضيفتنا العزيزه النجمه نيلي كريم. مع ولا ضد تصريح الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، انصار مرسي في ربع العدويه اخواتنا ويجب ان نصبر عليه. مع مستني مني. اي حاجه هيقولها الباشا اللواء يعني تمام. ايه؟ اي حاجه هيقولها الباشا اللواء تمام. اه طبعا انا مع عبد الفتاح السيسي. انت شايفه ان هو خطواته مظبوطه ماشي سليم، فانت تؤيدي رؤيته؟ انا اؤيد رؤيته. نعم انا اؤيد. اني اؤيد. اني اؤيد. مع ولا ضد استمرار الاعتصامات؟ خلي بالك ان الاعتصامات على الجنبين، يعني عندك اعتصام تحرير وعندك اعتصام ربع. يعني انا شخصيا زهقت من الاعتصامات بشكل عام. الاعتصامات بشكل عام. تحرير ربع كله روح. دي وجهة نظرك ولا ربع بس اللي روحوا؟ انا نفسي البلد تستقر بقى يعني، ده امنيتي يعني ان البلد تستقر. انا بغمض عيني لان انت بتبصي لي بحس ان انت بتقولي ليه كده، فقلت انا هغمض عشان انت دخلتني في حاجات. انا جاي هنا عشان مسلسل زيت على فكره. علشان زيت احنا كلمنا مش كتير. عشان الاعتصامات وعشان زيت لدرجه انه يعني اصابك الخجل والتواضع وانت زعلتني منك انك انت ما اتفرجتش على المسلسل كله. ما هعمل ايه وشايله في قلبي بصراحه منك جدا. لا بس انا هشوف زيت جدا. انا قريت زيت اول ما صدرت كروايه، قريتها كويس جدا، قريتها تقريبا حوالي 3 مرات على فترات متابعه، لازم كنت اعدي سنه ونص واروح اقراها تاني، لان انا بحب الشغل بتاعها الكبير جدا بالنسبه لي. سبحان الله ابراهيم زاد بقى واللجنه وبيروت وحاجات زي كده.
لكن بحكم لقمة العيش ورمضان وكل سنة وانت طيبة بشوف بقى مقتطفات كده. مسكين أنا يعني شقيان. طيب توعيني أنك أنت تتفرج. أوعدك مع ولا ضد استمرار الاعتصامات؟ أنا وعدتك خلاص. برضو نفس الحاجة السؤال، أنا حاولت أهرب من السؤال. لا يصح التحقيق هو التحقيق. أنا بقولك أنا شخصيا زهقت من الاعتصامات، زهقت يعني، نفسي البلد يعني، نفسي الناس تشتغل، نفسي في الاستقرار يعني. ده أنا نفسي. أنت مع ولا ضد مواقف ذات؟ حلو كده، كويس انك انت سالتني. شفتي بقى في مسلسل ذات انا ضد ان هي سابت تعليمها، ضد ان هي ما كملتش يعني، ضد ان هي ما كملتش الكليه، و يعني ضد الموقف ده. لكن غير كده حاجات تانية لا يعني. ما حسيتيش ان ذات شخصيه سلبيه جدا، مغلوبه دايما على امرها؟ يبان كده، بس هي في الافعال لا مش مغلوبه على امرها يعني. انا شايفه ان ذات هي مقومه البيت كله، هي عمود البيت، هي عمود البيت بالظبط لغايه اخر لحظه. بتستسلم؟ ما بتستسلمش، بالعكس. مين قالك ان هي بتستسلم؟ انت ما شفتش المسلسل فما تناقشنيش فيه. انا قلت لك انا قريت الروايه، ذات كتير بتستسلم لامر واقع، هي بتمشي حالها. لكن مش شخصيه ضعيفه يعني، في فرق ان انا امشي حالي، لكن ما بشوفهاش شخصيه ضعيفه لا بالعكس. هي كل ما بتكبر في السن بيبقى ليها كلمة أكتر، بتتكلم، بتدافع عن البيت، عن البنات، عن نفسها. بتفتكري أنه ده جزء من تركيبة الست، أنها كل ما بتكبر في السن بتزداد قوة، أو ما بين مزدوجين شراسة؟ على فكرة كلهم في استوديو هنا عاملين يعملوا بدماغهم كده أن أنا ولا قلت ولا لا، أنا قاعد ساكت. بقيت الزملاء، بقيت الأخوة الزملاء. بقيت الأخوة الزملاء. لا هي مش بتزيد شراسة، لكن هي بتزيد عيب اللي عليها بيبقى كتير قوي، فبتدافع عن بيتها، عن حياتها، عن كل حاجة. يعني نيلي كريم من 10 سنين أكيد غير نيلي كريم دلوقتي خالص. ما هو ده أكيد. لكن السؤال هو ما حسيتش، بس ما بقتش شرسة. بقت أقوى؟ أقوى طبعا. ولا بقت قوية؟ لا أقوى، قوية دي حاجة، لكن أقوى بتحمل حاجات كتير يمكن من 10 سنين ما كنتش أتحملها. في حاجات كان ممكن تفوتيها من 10 سنين دلوقتي ما تفوتيهاش؟ بالعكس، في حاجات كتير من 10 سنين ما كنتش هفوتها دلوقتي هفوتها. في حد كان ممكن يجي عليكي من 10 سنين دلوقتي لو فكر يعني هيناله ما ينالي؟ أكيد طبعا، أكيد. علشان الحد ولا علشان المبدأ؟ أنا ما حدش يجي عليا. لا عشان المبدأ، ما حدش يجي عليا. بس لما بتكبر بتزداد قوة وشراسة. قوة ملهاش علاقة بالشراسة، الشراسة ده حاجة تانية خالص. الشراسة دي إعلان بستك ناو. ده إعلان شرس. لكن القوة لكن القوة حاجة تانية خالص. فذات قوية، ونيلي كريم قوية برضه، أنا بحاول على قد. أنت بتحسي إن أنت شبه ذات؟ حاجات يعني ساعات كده تشاش يعني. زي هي بتعرف تتصرف، بتدبر أمورها يعني. أنت من النوع اللي بيعرف يدبر أموره؟ طبعا. الأمور. أكيد. يقضي مصالح وبيتصرف يعني. في مشاهد كتير قوي اللي هي مع الولاد، إن هي بتوديهم بتروح الشغل وبتودي الولاد عند مامتها، بعد كده ترجع على مامتها تاخد الولاد، بعد كده ترجع البيت وتطبخ وتعمل. انا في حاجات دي عديت بيها كتير يعني مريتي بالمرحلة. عدت عليا مرحله، انا كنت ساكنه في المهندسين ومامتي في المعادي، وبشتغل في الاوبرا مثلا او بصور في حته تانية، فاخد بنتي اوديها عند مامتي، بعد كده اروح التصوير، بعد كده ارجع على مامتي اخد البنت وارجع على المشاوير. كنت بقضي يومي في العربيه، بس غصب عني يعني، كنت محتاجة مساعدة، وده كان الحل الوحيد يعني. بتشوفي ايه هي اكتر مشكلة ممكن تكون بتواجهها ستات مصر؟ اكتر حاجة بتضايق ستات مصر في ايه بالظبط؟ من وجهة نظرك انت شايفة انه ستات مصر اكبر مشكلة دلوقتي بتواجههم هي كذا، هي كذا دي مثلا انه لسه المجتمع بيبص عليهم ان هم ستات مش بني ادمين، هي انه لسه محدش مؤمن بانه ست ممكن تبقى رئيسة جمهورية مثلا، فنلاقي انه في الانتخابات الرئاسية لما اترشحت الاعلامية الرائعة جدا مسينة كامل ما حصلتش على اصوات كتير.
كتير بالمعنى المفهوم يعني. لان احنا مجتمع ذكوري يعني. بتفتكر دي المشكلة الحقيقية اللي موجودة عندنا في مصر؟ المشكلة الحقيقية مفيش تقدير للست يعني، اعتقد مفيش تقدير يعني. ليه؟ مع انه احنا شفنا في مصر وزيرة وسفيرة وحاجات كده يعني، وشفنا مديرات لمجالس ومديرات لمصالح و... بس بص انا رأيي ده عامة يعني مشكلة عالمية على فكرة، مش في مصر بس، علشان كده عندك منظمة حقوق المرأة. أو بس احنا عندنا في العالم رئيسات وزراء من اكتر من 30 سنة يعني. احنا شفنا مثلا على سبيل المثال رحمة الله عليها بقى مارجريت هاتشر مثلا، كانت رئيسة وزراء بريطانيا. افتكر لي واحدة تانية بعد كده جت غير مارجريت تاتشر في بريطانيا. انا مش بكلم على بريطانيا بس، احنا ممكن نقعد ماشي معاني. ما انت بتجيب لي حاجات فردية، لكن عامة هي الست مظلومة في العالم كله، عشان كده عملوا اللي هي مجلس القومي للمرأة اللي عندنا مثلا، حقوق المرأة. بتكلم فكرة حقوق المرأة، فكرة حقوق المرأة، ما سمعناش حقوق الرجل. هو اعتقد المفروض الفترة الجاية ندور على حقوق الرجل. مفيش حقوق الرجل يعني، لكن في حقوق المرأة، فبالتالي هي مظلومة في العالم كله. ما بتشوفيش ان هي مصرة على فكرة انها مظلومة عشان تقدر تحصل على مكتسبات اكتر؟ مكتسبات زي ايه؟ ده المرأة دي كل حاجة على دماغها من فوق، من البيت من ساعة ما بتصحى الصبح لحد لما تنام. لا لا لا، تعالى لي بقى هنا في حقوق المرأة. ايه هي حقوق المرأة المغبونة؟ ايه الحقوق اللي المرأة ما بتاخدهاش في مصر ولازم تاخدها؟ حاجات كتير جدا يعني. اول حاجة الست لما تيجي مثلا تتطلق ما بتاخدش حاجة بالقانون، تاخد لو عملت خلع ما تاخدش. يعني الراجل مثلا لو مش كاتب اي حاجة باسمها، مش زي بره، الراجل لو مش كاتب اي حاجة باسمها كل حاجة باسمه، لما تيجي تتطلق ليها كذا وكذا وكذا، لكن ما بتقسمش معاه النص بالنص. شايف ان موضوع نص بالنص ده لازم يتحقق في مصر؟ طبعا. يعني في ستات كتير بيتجوزوا مثلا بيعيشوا مع جوازاتهم فوق 25 سنة، ولما تيجي تتطلق ما بتاخدش اي حاجة، مع ان هي مشاركة في الكفاح بتاع 25 سنة بالعيال بتوعها بكل حاجة، بتاخد ليها حقوق قانونية نفقت. ايوه اللي هي ولا حاجة يعني، اللي هي ولا حاجة. ده ظلم طبعا، افتراء طبعا. وطبعا اجري وراه بقى في المحاكم، دور على الفلوس اللي هو هيدفعها وكده، ما بيدفعوش. طب الجماعه بتوع بلاد بره دول دايما يتقال لك ايه، اصل الناس دي حقانيين قوي. احنا في مصر لسه ما بقيناش حقانيين قوي ولا بقينا حقانيين شويه؟ لا ما بقيناش حقانيين طبعا. طب مش حاسه انه لو احنا لسه مش حقانيين انه ده ممكن يتحول الى شكل من اشكال استغلال المراه للرجل، تتطلق وتاخد النص؟ هو علشان كده بقى الراجل مش هيتجوز اثنين وثلاثه واربعه، قبل ما يتجوز لازم يفكر. فاكره المسرحيه بتاعت الجوكر؟ لا يعني حته فيها يعني الاولاني واللي بعده واللي بعده والتاني والتالت. ايوه محمد صبحي. لا ابو دقه بس... او غير ابو دقه و... لا بس هي فعلا هي مفيش حقوق يعني، مفيش حقوق يعني. الموضوع عندنا ده مفيش حقوق انسان اساسا، بتتكلم اماره ايه بقى؟ هو فين حقوق البني ادم نفسه؟ فكرتي انك تبقي احدى النشطات في مجال حقوق الانسان؟ لا. ليه؟ يعني انا شخصيا ما عنديش وقت في مجال حقوق المراه. انا عندي حقوق عيالي وبيتي وجوزي وشغل، ده دوبك يعني. انا مقصره معاهم مرات كتير، بقصر معاهم، فما عنديش وقت بصراحه النشاطات يعني. حسيتي انه ذات ده ممكن يقدم صوره على انه قد ايه المراه مظلومه في بلدنا؟ هي مش موضوع ظلم، هي قد ايه الست شايله على دماغها، مطحونه في البلد، قد ايه شايله، قد ايه عليها اعباء كتير جدا، وهي بتجري في سقف، وكل ده مش ليها هي، لكن عشان ولادها، عشان بيتها. التجربه بتاعت ذات هي تجربه انه في روايه واتعملت فيلم، صح. حبيتي تجربه الروايه اللي تتحول لفيلم؟ جدا، وعملتها تاني في فيلم الفيل الازرق المخرج مروان حامد، برواية لأحمد مراد، برضو رواية واتعملت سيناريو. عايزة تكرري الفكرة دي على طول يعني؟ مش على طول، بس في يعني نجيب محفوظ اتعمل له أفلام كتيرة جدا يعني. شادية اشتغلت لنجيب محفوظ كتير، صح. سعاد حسني اشتغلت لأحسن عبد القدوس كتير، بالظبط، ومن أنجح الحاجات يعني. نادية لطفي اشتغلت لأحسن عبد القدوس برضو كتير، وهكذا. بتشوفي انه ممكن دي تبقى المرحلة اللي جاية عندنا، سواء إذا كان في دراما أو في سينما؟
ليه لأ؟ يعني شايفاها حاجة كويسة جدا، بالعكس يعني انك انت تعمل عمل لأدب وقصة او يعني لأي كاتب، انا يعني شايفاها احسن كتير غير لما تعمل قصة وحشة، الا لو في حد كتب السيناريو بقى يعني. بس انا شايفة ان في عندنا كتاب كويسين. زي مين؟ مريم نعوم طبعا، انا اشتغلت معها فيلم 1-0، وزيت برضو هي اللي كاتبة السيناريو. محمد امين راضي عمل مسلسل السنة دي حلوة قوي، نيران صديقة عمل دراما مختلفة يعني، أستاذ وحيد حامد طبعا طبعا، أستاذ وحيد حامد يعني لا يعني في عندنا في، لكن هي هي الفكرة كمان المنتج عايز يعمل ايه، المنتج ميوله رايحة لفين، هل هو عايز يعمل فيلم كوميدي خفيف فاهم وخلاص، ولا عايز يعمل فيلم جد، عايز يعمل رواية يعني. دي كمان حاجات. بما أنك ذكرتي وحيد حامد، الجزء الثاني ومسلسل الجماعة صادف مشاكل كتير خالص. لو افترضنا أن الجزء الثاني ده هيبقى الإنتاج فيه وطلبتي أنك تبقي في الجزء الثاني، وفرضنا أنه في شخصية دور مين؟ عزة الجرف أم أيمن. فاصل ونرجع تقولي لي الإجابة. فاصل يا جماعة، حرام عليك بجد، حرام عليك. دلوقتي جه معادنا في آخر لحظات برنامج جاري التحقيق مع متألقة رمضان نيلي كريم ذات. يا سلام يا سلام، الله التواضع. انت ما قلتليش على موضوع هتمثلي شخصية عزة الجرف، سيد عزة الجرف ولا لا؟ مش السيناريو الأستاذ وحيد حامد؟ هل بالنسبة لك المسألة في انه لمجرد ان السيناريو هو شخصية عز وحيد حامد، ولا احنا بنقرخ فيها ثراء؟ احنا بنقرخ طبعا، والشخصية فيها ثراء فظيع هو كده ده، وانا متأكدة ان الأستاذ محمد عاشور هيعمل لي مكياج بالظبط يعني، وتبقي نسخة تبقى الأصل من الأستاذ عزة الجرف. لو خيرتي ما بينك تعملي شخصية الدكتورة باكينام أو السيدة عزة الجرف، تختاري أي شخصية؟ عمل شخصيتين، شفتنا طماعة ازاي؟ عمل الاتنين بروحين زي الفيديو بتاع زمان، جرافيكس بقى ممكن زي الأفلام بتاعة السبعينات والثمانينات كده، في أول تلاقي الشخص طالع بدورين. أصل ده تاريخ، ده تاريخ، انت بتتكلم في تاريخ، هتقرخي للحركة، انت بتتكلم في تاريخ مصر الجزء التاني. الحمد لله. نيلي الحلقة خلصت، عايزة حاجة تسأليها لو تحبي، ممكن تبقي انت المذيعة لو حابة، وممكن توجهي رسالة عامة للناس. لا انا عايزة اوجه رسالة عامة للناس. ارجوك اتفضلي. مبدئيا لكل اسرة مسلسل ذات، عايزة اقول لهم انا مبسوطة جدا انا اشتغلت معاكم، ومبسوطة جدا ان العمل نجح الحمد لله. تحية خاصة لكاملة ابو ذكري، مريم نعوم، نانسي عبد الفتاح، استاذ صنع الله ابراهيم طبعا، جابي خوري، واستاذ خيري بشاره، وبس وبس. وتحيه خاصه برضو لكل الزملاء، لكل الزملاء. يا ساده، ورمضان كريم. الله اكرم. كانت معانا نيلي كريم في برنامجنا جاري التحقيق. الحلقه خلصت لحد كده، هتخليكم معانا دايما على نجوم اف ام. كان معاكم يوسف الحسيني، استنونا بكره الساعه 10 بتوقيت القاهره الساحره. سلام.